محفوظ، اولا مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المستمعين. قول لي يا فندم بالراحه كده، احنا صنعنا ولا احنا خدنا من فرنسا وهم اشتركوا معانا في التصنيع؟ ايه الحكايه؟ هو طبعا اولا انا بهني الشعب المصري كله، مش بس باستلام مثل هذه الفرقاطه الفائقه التقدم في التسليح والمعدات، انما برضو علشان موضوع التصنيع. عايز انوه على حاجه. اتفضل. تصنيع الفرقاطات دي فرقاطه متعدده المهام، عمليه معقده للغايه، تصميم معقد، مستويات للجوده غير مسبوقه. لان كلمه متعدده المهام يعني الفرقاطه دي فيها منظومات لاطلاق صواريخ دفاع جوي. ايوه. يعني معنى كده ان متركب فيها رادارات بحث ورادارات إدارة نيران لصواريخ دفاع جوي. أيوة. ثم صواريخ دفاع جوي. ثم برضو بتهاجم سفن السطح، يعني فيها صواريخ مضادة لسفن السطح. يبقى فيها رادار اكتشاف سطحي وفيها منظومة إدارة نيران سطحية. ثم بتهاجم الغواصات، فيها منظومات سونار لأن تحت المية ما فيش رادارات. الموجات الكهرومغناطيسيه ما بتمشيش تحت الميه لاكثر من عمق 10 متر، فبيستخدم الموجات الصوتيه فيها سونر وفيها تكنولوجيا متقدمه جدا. عشان تستخدم الحاجات دي كلها وتحطها مع بعض، ده ديزاين معقد جدا ومش اي حد يعمله. فده مش مجرد تجميع، يعني ده تجميع والوصول مش الى ميليتري ستاندرد. اي حاجه عسكريه بيبقى لها ستاندرد ايه؟ عسكري. يعني العربية العسكرية ليها مستويات متانة ومستويات في الأداء ومستويات في الأعطال غير السيارة المدني. ممكن تبقى نفس السيارة تبقى الحراك، بس في حاجة اسمها مين تايم بتوين فيلير، يعني ما تعطلش إلا بعد فترة، يتضرب جنب منها قنبلة ويحصل لها تصادمات وما يجرالهاش حاجة، تبقى حريقة جنبها ما تنصهرش، كابل بتاع ما يولعش، كابل يولع ما يدخنش ويملاش المكان دخان لان الاماكن ضيقه عشان الناس تقدر تتنفس وتقدر تتحرك. قصه. فكلمه ان احنا نصنع مثل هذه الفرقاطه ده تحدي كبير جدا ربنا نصرنا فيه. احنا طبعا الصفقه زي ما سيادتك قلت كانت اربعه، واحده اتصنعت في فرنسا. ايوه. وثلاثه التانيين اللي هم اللي اتصنعوا هنا. خلي بال سيادتك بقى، انت كان لو في واحده اتصنعت في 2018 ودي الثانيه. ولسه في واحده ثالثه. لا دي الثالثه كده. دي الثالثه. عايز اقول لسيادتك، يعني هات حضرتك معلش الصوره. اتفضل. فين الرادارات بقى اللي انا اتكلمت عليها دي؟ هات لنا الصوره نشوف. يعني حضرتك اصلا حضرتك انت مش بتصنع حاجه شبان عاديه. مش فرقاطه متعدده المهام عاديه. اتفضل سياده اللواء اشرح لنا يا فندم. دي احدث ما في العصر. انا مش شايف الا الرادار بتاع سطحي، رادار ملاحه. فين رادار الانذار الجوي؟ هو قلت لنا كبيره وضخمه. فين الرادارات؟ فين رادار اداره النيران؟ لان ده جوه الشكل المخروط اللي هو اللي موجود ده اتعمل رادار حديث جدا بيسميه مالتي بيم. ده اصلا ما بيلفش، ده بيلف الكترونيكال، يعني بيلف الكتروني. خدت بال حضرتك؟ وقادر على انه يتتبع لغايه 500 هدف. لحد كام هدف؟ الشركة 500 هدف في نفس الوقت. 500 هدف. وهدف سطحي او هدف جوي في نفس الوقت. المعلومات دي على فكرة يعني دي منشورة. تفضل. من الشركة. اتفضل يا فندم. يعني الشركة منزلة المواصفات بتاعة الرادارات بتاعتها. فانت النهاردة بتتعامل مع تكنولوجي عالي جدا لم يكن مسبوق. انا بقول لك اهو ادي المنظر. مفيش رادارات. مفيش رادار انذار. مفيش رادار اداره نيران. نعم. هو شغال طبعا طبقا للانتنه دي، بيشتغل في حاجه اسمها اي اف باند. نعم. خلاص؟ بيشتغل انذار وبيشتغل في نفس الوقت اداره نيران برضه. بيقدر يتتبع اداره نيران. ويشتغل جوي ويشتغل سطحي. نعم. يعني حضرتك مستوى عالي جدا من التكنولوجي. طيب. برضه في المكن بتاعها حضرتك. معلش انا عايز انوه عن قد ايه دي مش مجرد تجميع، هيجمع ايه؟ هو انا مش بجمع صاج ولا حديد. نعم. يعني الحاجات دي بتبقى عايزه معايرات. نعم. فيها نوع مكن خدت بال حضرتك اللي هم اللي بيسموه كودات، ده اللي هو كومباين ديزل الكتريك مع ديزل ميكانيكال، ده بحيث ان ده ما يبقاش له ضوضاء خالص
لما تيجي المركب اصلا يعني بتكون في مهمه مكافحه الغواصات واخد بال ساعتك، هيبقى طبعا صعب جدا على الغواصه انها تكتشفها، لان الماكينات دي ما بيطلعش منها ضوضاء، اقل قدر من الضوضاء. فخد بقى عندك التوربيدات اللي موجوده فيها، والصواريخ المضاده للطيران، والصواريخ المضاده لسفن السطح،